بعد الموت بنكون واعين لكل شيء مثل وعينا بالحياة؟ لا أكثر. أنت بتعرفين القصص اللي صارت من زوايا متعددة، مو من زاوية واحدة. مو يقول يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا، يعني كل خلية عارفة القصة بالضبط. فإحنا شايفين الموضوع من كل الاتجاهات ومن كل الزوايا، ما يحتاج يعني أحد يقول إلا أنت سويت الموضوع الفلاني. لا أنا عارف، أنا عارف. إحنا الآن تخيلي نقعد سنوات عشان واحد يعني يتلحلح معانا ويوقف قدام المراية ويقول أنا خواف. تخيلي، شفتي كلاكيع البشر والغمامة اللي على رؤوسهم وعلى عيونهم وعلى أجسادهم الفكرية، يعني سنوات. ومرة تقعد أنا أتكلم يا اعترف 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 اعترف، ويا دوب الواحد كذا يعني يوقف قدام المراية يقول أنا خائف، أيوة أنا أشعر بالغيرة، اعترفت، أيوة أنا فيني كبرياء. تخيلي ضباب وغمامة وكذا، تخيل في الموت كله واضح. أيه أعرف أنه أنا كنت كذاب، كنت نصاب، كنت منافق، كنت كذا، كنت صادق، كنت كذا. كله واضح من كل الاتجاهات. تقول تذكرت مات لي صديق والطفلة بداخلي انهارت. أي يصير، لأن قصة الموت غالبا تكون قديمة، أقصد الفلسفة اللي أنت آمنت فيها غالبا تكون في مرحلة الطفولة تربينا عليها، يعني ما جت في وقت لاحق. فعشان كذا لما تصير مثل قصص الموت هذه والفقد، يطلعون الأطفال اللي جواتنا، تطلع الطفلة اللي جواتك والطفل اللي جواتك، هو اللي يقود المركبة في وقتها. لأن ما نحط الفلسفة هذه على الطاولة ونناقشها وننضج الطفل اللي آمن بفكرة قد تكون ما تخدمنا، بس لما تصير القصة نكتشف أن الطفل عايش مؤمن بفلسفة متورط فيها. لما يقرب الموت الواحد يعرف في الآية قال وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. قال بأي أرض، بس ما تدري بأي أرض، بس نفى المكان، بس. فقد يكون الزمان معلوم، قد يكون المكان مو معلوم بس الزمان معلوم. تحرم فقد من صدمة الفقد. خذي أبنوس، طيب. الروح تفسخ الرداء، I like it. ما رسالة تواصل بعض الموتى معنا عن طريق الأحلام؟ مرات يكون يعني مجرد زي ما نقول اللاوعي، لأنه أنت كثير متألم، كثير يعني تعبان، كثير يعني، فزي ما نقول يعني شكل من أشكال العزاء اللي قدم اللاوعي، إنه يعني يحطك في هالصورة يساعدك. ومرات ممكن تكون أكثر من كذا، ممكن يكون الأثير يعني تكون رسائل، مثلا رسالة من مو سمعنا كثير، مثلا قصص شخص ميت يجي يقول لعياله، ولا يقول سددوا الدين، ولا سووا كذا، ولا زوروا عمتكم، ولا زوروا خالتكم، مثل هالقصص أكيد سمعتوها. Thank you Wendar.
تقول بنت عمي تكلم ولدها بالتلفون هو ميت، تقول كذا أريح. يعني تسوي قصة، تتوهم قصة. والله ما أدري يعني، أعتقد أنها دخلت مرحلة المرض يعني، بس إنه يعني ما حد يقدر يلومها، والبشر كلهم عايشين في قصص موهومة عشان يساعدون أنفسهم إنهم يعبرون، عرفتي؟ بس يعني إن شاء الله إنها تعدي. من فقدت أختي وأنا صايرة عصبية مرة، ودي أخفف هالشي. أحضري سكادة. أعتقد أنك أنت يعني محتجة على الموضوع. في مقولة في الله في لاكس تقول الإيجو يخاف أن تنتهي اللعبة مرة. أكيد الهوية ما تبغى اللعبة تنتهي، بس عاد في مستوى يعني. أنت مثلا لما أنت تكون تلعب مثلا الآن في لعبة مثلا من الألعاب، وماسك جوالك وتلعب، وما قالوا لك أنه مثلا في مرحلة جديدة، وتحس أنه هذه هي النهاية، يعني الهوية اللي قاعدة تلعب يقولك ما أبغى أخلص، ما أبغى أخلص، لا خلني أخذ دورة ثانية، ما أبغى أخلص. بس ماذا لو أنك أنت خلصت اللعبة وبعدين قالك لا 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 مرحلة جديدة؟ تقول ما دريت، لو أني داري كان من زمان خلصت. اللعبة خايسة ومعفنة والهوية ماذا بتخلص؟ دائما دائما. طيب صدمة عاطفية أبانوس، إيه ممكن. حضرت عزاء عمري 5 سنوات الآن، أتذكر التفاصيل. واو، عاد تخيلي بعد يكون العزاء يعني ينتمي لثقافة كثير يعني مظلمة، وكان في ألم وكان في بكاء ونواح، وتكون القصة مرة مزعجة. عرفت كل مشاكلي النفسية لكني لا أعرف كيف أعالجها. إيه هذا تضخم الجسد الفكري يا ماما، تضخم الجسد الفكري والكبرياء، وإنك أنت فاهمة وعارفة ما تسمحين لأحد يساعدك، وتخلين أحد يحل مشاكلك أو يساعدك في حل مشاكلك. شوف 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 شوف، أبغى أقول لك شيء، أبغى أقول لك شيء عشان أختصر عليك الموضوع، وكل الأشخاص اللي عندهم أجساد فكرية متضخمة وما يبغون يساعدون أنفسهم. المعرفة تساوي 0 في التطور الروحي. والله والله لا يعني أي شيء أنك تعرف معلومات، يعني 0 0 لا يعني أي شيء. إيه لو أنك طبيب أقول إيه عندك معرفة أنك أنت شلون تسوي العملية وكذا، أقولك ماشي، معرفة يعني جيدة في هالموقف. معرفة في التطور الروحي لا تعني أي شيء. إذا الأم خربت إعدادات قصتنا وش الحل؟ الحل أنك تصلحها، حنك صلح. طبعا اكيد انك انت قاعد تلوم امك صار لك ما ادري كم سنه ولا كم شهر وكذا، تبغاني ادخل معاك في القصه واجلد في امك وكذا، اعرف الشعور، بس حان الوقت انك انت يعني ترمي دور الضحيه، وانك انت تكون بطل قصتك، وانك تصلح الخراب. خلاص عادي، ترى كلنا استلمنا قصص تعبانه، مو بالضروره من امنا ولا ابونا ولا جدنا ولا جدتنا، بس في كثير اشياء تستدعي انك تستلم قصه خربانه. فحان الوقت انك انت بدل ما يعني تعيد انه استلمنا قصة خربانة، طب صح ضبط القصة. حلمت فيك، عطتيني نجمة.
ليش ما في شخص بدون صدمات؟ والله هي تجربة كذا يعني المستوى. بس ترى في مقولة إنه كل شيء صدمة، وفي مقولة أخرى تقولك ليش هي صدمة؟ ليش هي صدمة؟ Thank you روح. هتكلمت فيها في أسرار الصدمات لللايف كوتشز والأرواح المساعدة والمرشدين. Thank you ميرا. Thank you. الوسيط الروحي ما رأيك؟ قصدك عشان موضوع الموت؟ هو أنت لو أنت يعني أنت مرة يعني مهتم بالموضوع قبل ما تنام قل أمك أبوك ودري أبغى أشوفكم في الحلم شو يطلع معك يعني؟ يعني ما أنت محتاج الوسيط هذا، يعني أقصد إنه أنت يعني متصل سواء كان لا وعي بيطلع لك ولا ما أدري شو يطلع لك يعني، بس أطلب قبل النوم. حطيت نية التحرر وفسخت خطوبتي وحسيت بالراحة. ياي مبروك حبيبتي، مبروك مبروك. هل الاعتراف بالصدمة هو بداية التنظيف؟ نقدر نقول نعم، كويس، خطوة جيدة.